السنة غطات خلقتي الحال في الاحتفال بس دحني ساعة معشة مع صحبات. اهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام الى فقره وجه لوجه، وفيها نتوقف عند تقدم حزب الاتحاد من اجل الجمهوريه الحاكم في موريتانيا وحزب التواصل الاسلامي المعارض تقدمهما في النتائج الجزئيه الاوليه للانتخابات التشريعيه في موريتانيا مع استمرار عمليه الفرز ببطء وحذر شديدين. اضاف يا مشاهدينا الكرام اولا عبر الاقمار الصناعيه من وكشوط السيد محمد الامين القيادي في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض. أهلا بك ومرحبا سيد محمد الأمين ولد بيا، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. شكرا أكثر. مرحبا بك ومرحبا وأنت أيضا بضيفي في الاستوديو سيد جعفر محمود رئيس حزب الأمل البناء والتنمية. سيد جعفر محمود أهلا بك ومرحبا جزيلا لك على تلبية. مرحبا بكما. نبدأ أولا من نسبة المشاركة في هذه الانتخابات والتي راوحت 70% وفق المعلومات المتوفرة حتى الآن، ما يجعلها هامة ومهمة مقارنة بسابقاتها، ما تعليقكم على هذا الأمر؟ أبدأ معك أولا من نواكشوط السيد محمد الأمين ولدبية القيادي في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض. أهلا من جديد. جاني بوليس تمشاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لفرانس 24 على هذه الدعوه. اعتقد ان بغض النظر عن نسبه المشاركه، الواقع ان هذه الانتخابات كل ما جرى بها كان تاكيدا لتوقعات المعارض. فقد اعلن في السابق ان السلطات وهذه اللجنه الانتخابيه اصرت على تنظيم الانتخابات دون ان تتوفر الشروط الحد الادنى من الشروط الملائمه لتنظيمها، لا من حيث احترام ما نص عليه القانون من ضرورة تشكيل لجنة انتخابية بالتوافق والتشاور بين النظام الأغلبية وبين المعارضة. هذا ما لم يتم، ما رفضته السلطة. فيما بعد كذلك من حيث اللائحة الانتخابية التي قررت السلطة أن تمحو اللائحة التي كان يعمل بها لحد الآن، وبدأت في صياغة لائحة جديدة في ظروف لم يكن فيها الوقت كافيا ولم تكن الشروط متوفرة. بالتالي ما حصل هو أنها انتخابات كارثية، هي أسوأ انتخابات في تاريخ. رغم هذه التحفظات وسنأتي عليها سيد محمد الأمين ولد بيا، كما كنت تقول ربما الظروف لم تكن ملائمة، ولكن نسبة المشاركة كانت نسبة وصفها البعض بالجيدة مقارنة بسابقاتها خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية. تعليقك أولا على هذه النقطة قبل أن نأتي على تحفظاتك. أكيد أنا لا أشكك إطلاقا في هذه النسبة المرتفعة، لهذه النسبة المرتفعة تعكس اهتمام الشعب الموريتاني بهذه الانتخابات التي هي انتخابات مصيرية، ونحن كلنا على وعي من أن الأهمية التي يوليها الموريتانيون وتوليها السلطة الحاكمة لهذه الانتخابات تتأتى من كون الانتخابات البلدية التي انتهينا منها بالأمس هي في الحقيقة تمهيد لاستحقاق آخر يعتبر مصيريا لمستقبل البلاد، وهو الانتخابات الرئاسية في 2019. دكتور معقولة تماما أن حتى تتجاوز 70%. نعم دكتور جعفر محمود رئيس حزب الأمل للبناء والتنمية، هذا الحزب الجديد الذي يدخل المشهد السياسي في موريتانيا، أهلا بك وشكرا على تلبية الدعوة. البعض كان يعول ربما على تجاهل الموريتانيين لهذا الاستحقاق الانتخابي، ولكن هذه النسبة كما وصفها ضيفي هي نسبة مرتفعة. تعليقك على هذه النسبة قبل الخوض في حيثيات سير هذا الاقتراع. أهلا وسهلا أستاذ حكيم، مرحبا بالأستاذ الضيف أستاذ محمد الأمين. وأولا أود أن أهنئ الشعب الموريتاني بهذا الجو الديمقراطي الذي ساد، والشعب الموريتاني كافة، وكما أهنئ القيادة الموريتانية والحكومة الموريتانية برئاسة فخامة الرئيس محمد عبد العزيز، لأنهم الحقيقة وفروا ذا الجو الديمقراطي وذا العرس الديمقراطي الجميل الذي شهدته موريتانيا بهذه الأيام. وأنا لا أتفق مع الأستاذ محمد الأمين يكون يقزم هذه الأمور، فهي حقيقة سنأتي على سائل الانتخابات، جرت على مسألة المشاركة. نسبة المشاركة كانت نسبة مرتفعة جدا، لأن الشعب الموريتاني من الشرق إلى الغرب إلى كله بجميع أطيافه السياسية شاركت في هذه الانتخابات، وها
وهذه الانتخابات من أجود الانتخابات التي شهدتها موريتانيا من التسعينات إلى اليوم، لأن توفرت فيها جو ديمقراطي وجو أمن واستقرار الذي رسخه هذا النظام، وهذا الجو الأمن والاستقرار اللي خالق هو الذي الحمد لله نتيجة هذه الانتخابات التي شارك فيها الجميع بدون استثناء. وعلى فكرة نقول لك أن الأحزاب المعارضة بكلها شاركت في هذه الانتخابات، وهذه الانتخابات وكلها جبر نصيبه، كل أحد وجد نصيبه ما يستحق في هذه الانتخابات، والشعب الموريتاني بدون تزوير وبدون تدخل من الإدارة. زي. وهذه نقطة مهمة للأساسية، نقطة مهمة يجيبني عليها ضيفي، لأن الإدارة محايدة. ونعطيك فكرة مهمة، لأن اللجنة المستقلة للانتخابات اللي تكلموا عنها، الرئيس اللجنة المستقلة للانتخابات هو الأمين العام السابق للمنتدى المعارضة، بمعنى أن, 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 أن الدولة حيادية في المسألة، والآن الحقيقة جرت في ظروف الديمقراطية. سيد الديمقراطي يحسب للنظام الحالي. سيد محمد الأمين ولد بيا ضيفي يعزو نسبة هذه المشاركة الجيدة المحترمة في هذا الاقتراع إلى عاملين، والعامل الأول هو وعي الناخب الموريتاني بأهمية ممارسة حقه في الانتخاب، وثانيا هذه الأجواء التي وصفها بالملائمة والأجواء الديمقراطية والإيجابية جدا خلال هذا الاستحقاق الانتخابي الذي على حد وصفه كان ديمقراطيا، اتسم بالنزاهة وبحسن حتى التنظيم وجرى في ظروف جيدة. تعليقك وردك على ما قاله وما هي تحفظاتك تحديدا في هذا السياق حتى نأتي إلى صلب الموضوع، تفضل. شكرا جزيلا، اسمح لي مجددا أن أشكركم وأن أشكر الأخ جعفر كذلك وأرحب به. هو تحدث عن أن ما جرى في هذه الانتخابات تميزت بحياد الإدارة كما سماها والسلطات وفخامة رئيس الجمهورية، وأنا أعتقد أن أحسن أبلغ تجسيد لحياد السلطة وفخامة رئيس الجمهورية هو أنه شخصيا تحول خلال هذه الحملة إلى رئيس حزب، وهذا ما يحضره كل الأعراف وكل القوانين. هو لا يمكن أن يتولى منصبا قياديا في أي حزب، وهو تصرف وتجاب البلاد طولا وعرضا كرئيس لحزب الاتحاد. يعني هو حل محل قيادة حزب الاتحاد، فبالتالي ذكرة حياد الإدارة هذه والمثالية التي تحدث عن الأخ جعفر ليس من حقه إطلاقا إطلاقا، ولا يحق له أن يذهب ويستخدم وسائل الدولة وهيبة الدولة وسلطة الدولة، يستخدم كل ذلك وطائرات الدولة ليزور المناطق في البلاد ويدعو الناس إلى أن يصوتوا بالترغيب والتهديد للوائح ويسيء ويقصي ليس فقط المعارضة وإنما حتى حلفائه فيما يسمى بأحزاب الأغلبية. حدثني عن تحفظاتك الوحيدة والخيار الوحيد هو تحفظات. إذن هذه مسألة واضحة، مسألة حياد الإدارة الرد عليها رد بديهي، مسألة ثم التنظيم ومسألة نزاهة ومصداقية الانتخابات، يتحدث عن العرس الديمقراطي ويتحدث عن احترام الشروط. أقول لك أخي العزيز إن من المكاسب التي تحققت في هذا البلد بعد أن بدأنا في بداية التسعينات مع التعددية وتنظيم الانتخابات في ظل هذا النظام في ذلك الوقت، تمكنت المعارضة من انتزاع عدد من المكاسب. من أهم تلك المكاسب كان أولا هو أنه الإقرار الحق في كل لائحة كل مترشح وكل حزب أن يكون له ممثل داخل سيد ولد بي لم تجبني على السؤال، وهذا ما لم يتم في هذه المرة. لم تجبني على سؤال. سألتك عن نقطتين هامتين، مسألة التنظيم ومسألة مصداقية هذه الانتخابات باختصار شديد حتى أوفي ضيفي أيضا في الاستوديو حقه. مصداقية الانتخابات تحدثت عنها، إذا كانت الأحزاب المشاركة واللوائح المشاركة تمنع من أن تكون ممثلة داخل مكاتب التصويت، فذلك يعني أن الإدارة ولجنة الانتخابات فضلت أن تعمد إلى التزوير بدلا من الشفافية. ضمان الشفافية هو وجود الممثلين، وهو ما تم رفضه، غياب الممثلين تماما. ثم تطبيع ما يعرف بتطبيع تصويت العسكر، هذا كذلك تم خرقه تماما. سعود إلي سيد ولدبية، حق كافة اللوائح بالحصول على البروسي فيربو على محاضر التصويت، وقد رفض رؤساء المكاتب تسليم المرشحين والممثلين جاي.
جيد سيد ولبية، جيد سيد ولبية، سأعود إليك. لا لا لحظات دكتور جعفر محمود، ضيفي يقول لك أن هذه الانتخابات من أصلها، ولأن كانت نسبة المشاركة كبيرة فيها، ليست حيادية، لأن حتى الرئيس تصرف ليس كرئيس لكل الموريتانيين، ولكن من بادئ ذي بدء تصرف وكأنه رئيس حزب. هذا أولا ودون لديك. ثانيا يتحدث ليس هناك عرس ديمقراطي، ويقول لك وتقول المعارضة أن هذه الانتخابات شابتها خروقات كثيرة فيما يشمل مسألة التنظيم، وفيما يشمل أيضا مسألة نزاهتها. هذه الانتخابات يقول يعتبر أنها خضعت للتزوير أيضا، كما يقول ضيفي من القيادة في منتدى المعارضة. أستاذ حكيم، هذا كلام تعودنا من المعارضة، والمعارضة دائما عندها هذا النوع من الخطاب. أنا نتكلم لك عن وقائع وعن شهود المعارضة نفسها، هي شاهدة على نزاهة هذه الانتخابات وعلى شفافيتها. ولا يوجد نقول لك المكاتب كلها، الناس ناهيك عن أخطاء هنا وهناك، الكمال لله، لكن نقول لك بعلن موجود في الحقيقة هذا العرس الديمقراطي الذي حدث، هذا بإنجاز. نقول لك الرئيس عنده الحق، الرئيس زار مناطق دشنا فيها بعض الإنجازات التي أقيمت في بعض الولايات، لكن الرئيس كذلك هو عنده الحق كذلك، لأن هذا الحزب الحاكم الحالي لحزب الاتحاد الجمهورية، الرئيس ترشح من خلاله من الرئاسيات الماضية. وفي الحقيقة أنا أقول لك أن هذا العرس الديمقراطي، الأمن والاستقرار الذي وضعه هذا النظام والإنجازات التي وضعها، وأنا أقول الأستاذ محمد الأمين، المعارضة الآن التي تشارك ووجدت في الحقيقة بعض من المكتسبات في هذه الانتخابات، نقول بأنهم هما الآن كانوا في الأنظمة السابقة كانوا لا يستطيعون للمشاركة ولا حتى الكلام ولا حتى كذا. هذا النظام، هذا النظام الآن، الآن نحن الآن نعيش الحمد لله، ليس منة عليهم، لا من أحد عليهم، هذا ليس لك من أحد، هذا بسبب على محاضر الجلسات أستاذ حكيم، هذا بسبب الإنجازات وبسبب هذه السياسة الحكيمة في الأمن والاستقرار والنجاح الدبلوماسي الذي حقق هذا النظام. محاضر الجلسات التي يجب أن تطلع عليها كل المشاركين. نقول لك أن أنا قلت لك اللجنة المستقلة للانتخابات لجنة منبثقة عن حوار وطني شامل جرى في موريتانيا، وهذا الحين عن الأحزاب، لا مبذقة عن الأحزاب التي شاركت في الحوار الوطني الشامل التي شاركت. ورئيس اللجنة المستقلة للانتخابات والأمين السابق للمنتدى الذي محمد الأمين عضو فيه، ونقول لك بأن لأن الشفافية موجودة في هذه الانتخابات، والشعب الموريتاني اختار بكل عفوية اختار من يمثله. لماذا غابت المراقبة الدولية لهذه الانتخابات بعد بعثة من الاتحاد الافريقي؟ نحن موريتانيا مرحبة بالجميع، ما منعت احد من جهة، مرحبة به وسهلة، وترحب بالجميع، والضيافة الموريتانية مرحبة بالجميع. لكن نقول لك بأن الانتخابات الآن بالمنظور العام جرت في جو عرس ديمقراطي يحسب للنظام انه نظمها. ثم كذلك اعطيني قدر من الوقت، ثم كذلك ان المعارضة الحالية التي كانت تتكلم وتتشدد عرضت نفسها على الشعب الموريتاني، والشعب الموريتاني اختار بدون تدخل وبدون اي تدخل من الامور، وكل مكتب، كل مكتب نقول لك على جميع التراب الوطني عنده ممثلين من الاحزاب المشاركه في تلك المكتب، والمكتب موجود هذا موجود. يعود الى ضيف السيد محمد الامين، عباره عن الامور، لكن المعارضه دائما عودتنا على انها تقرر خارج السرب، وانها تحاول تأزيم المؤزم وتقسيم المقسم، وهذا لا اساس له. يحاولون تأزيم المؤزم وتقسيم المقسم. سيد محمد الامين والدبيه، ما صحيح فيما قاله ضيفي، واين تختلف معه؟ تفضل ردك على ما قال. نعم، شكرا جزيلا. هو الأخ جعفر كرر مرات أن رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات هو كان أمينا عاما لمنسقية المعارضة، صح. وأريد أن أقول له أن الأستاذ محمد بارو بلال كان فعلا في وقت من الأوقات ينتمي للمعارضة، ولكنه انسحب بمحض إرادته من المعارضة، وأنه عين مؤخرا على لجنة الانتخابات من طرف السلطة. وأنا أحترم طبعا الأستاذ محمد بارو البلال، ولا أريد أن أخذ التفاصيل، ولكنه ليس هنالك ممثلا على المعارضة وليس مختارا من طرف المعارضة لشغل منصب رئيس اللجنة، فلينتهي هو الأستاذ جعفر من هذا الموضوع. كان أمينا عاما، وكان أمينا عاما، ولكن لم يعد أمينا عاما ولم يعد عضوا في المعارضة. ثم هذه مسألة العرس الديمقراطي التي تتحدث عنها، يا أخي الكريم، عندما تقول العرس الديمقراطي وهذه المعارضة أنها شاركت، هي من حقها المشاركة، هذا لا يحسب للنظام. وعندما تقول إن النظام رسخ الأمن ورسخ القانون، يا حبيبي ما فيش أمن،
هذه العشر سنين العجاب التي تعيشها البلاد. وين أمن يا أخي؟ ولترى ليست كليبيا ولترى سوريا على حياة الناس وعلى أمنهم وعلى قوتهم وعلى مصالحهم. إذا لا ينبغي أن تعمل هذا الترويج في غير المناسبة. هذه الانتخابات كانت كارثية. الأحزاب واللوائح لم تتمكن من أن تكون ممثلة داخل المكاتب، هذا في الداخل وهذا في العاصمة المقصود. ثم في الأخير رؤساء المكاتب من منعهم؟ يعطينا منعوا المرشحين والممثلين للحصول على محاضر التصويت. ما دليلك على ذلك؟ ثم مئات الآلاف من المرشحين من الناقبين، مئات الآلاف من الناقبين لم يجدوا أسماءهم في المكاتب التي كانوا مسجلين بها، وكانت حولت أسماءهم إلى مناطق أخرى. ثم لقينا عشرات الأشخاص، مسؤول كبير في الدولة في مدينة من الداخل كان لديه كوم من بطاقات التعريف ومن بطاقات التصويت، وقد ضبطه ناقبون عاديون بوضح إنها وهي صور تتداول الآن على الواتساب، تتداول على فيسبوك. إذن لا يمكن الأستاذ جعفر، هذه أحداث معزولة، هذه لا أتكلم عنها، هذه أحداث معزولة سيد محمد الأمين والبيئة، لا ليست معزولة على الإطلاق. لا لا أنا لدي أمثلة كثيرة، لدي أمثلة كثيرة. حكيم تفضل أستاذ حكيم. جعفر محمد أستاذ حكيم، أولا أريد أن أقول لك مسألة. أنا الآن المعارضة الآن لا تتكلم فقط عن الأحزاب التي شاركت من الأغلبية ومن المعارضة، كلها تشهد بأن هناك عرس ديمقراطي حقيقي وتنافست. وأنا هنا أنوي وأشيد بالأحزاب الأغلبية، حزب الاتحاد الجمهورية وحزب كذلك التجمع الديمقراطي، التجمع الديمقراطي إيدبي الذي تقوده الوزيرة النهمة مكناس اللي هو ثالث بعد في الترتيب الآن بعد حزب تواصل الحزب. وفق النتائج الجزئية وفق النتائج الأولية، هذا الحزب يعني اللي تقوده هذه الوزيرة وهذه الأحزاب، هي أحزاب أغلبية لها شعبية ولها جذور تاريخية. يعني هذه النتائج الملكاني متوقعة من وجهة نظرك؟ متوقعة النتائج. إن أقول لك هذا كله لو كان ما في ديمقراطية ولو كان ما في شيء، هل حزب تواصل مثلا يأتي في المرتبة الثانية؟ هل حزب تواصل الآن يتصدر في بعض من المناطق؟ لكن نقول لك أن الأغلبية الحالية الآن عندنا المعارضة استفادت من بعض من المغاضبين الذين في الحقيقة من الأغلبية وساندوا في الحقيقة، وهذا نوع من الديمقراطية الموجود عندنا ويشاد به. الإدارة لم تتدخل ولم تهذا، وأنا في الحقيقة نقول لك أن هذا العرس الديمقراطي الذي شهدته موريتانيا يعزى ويذكر فيشكر ويعزى للنظام الحالي، لأن النظام الحالي وفر قدر من الأمن والاستقرار وقدر من الديمقراطية والديمقراطية الموجودة في موريتانيا. أهم شيء في هذه الانتخابات مهم أن الأصحاب الخطابات المتطرفة وأصحاب كذا أنهم لم يأتوا في الحقيقة ولم نرى لهم أثرا، هذا مهم جدا. أصحاب الخطابات الراديكالية لكن نقول لك أن الشعب الموريتاني أصبح اليوم ناضجا وواعيا وفاهم مصلحته أين تكون ومشى رغم إرادته هو ما بدون أي تأثير وصوت ناهيك عن بعض من الأخطاء الفردية. الكمال قلت لله بعض الأخطاء فردية ومعزولة معزولة تكون حدثت في بوتيليمين أو غيرها، فهذه أخطاء فردية أنا لا أدافع عنها، أخطاء لكن في الحياة معزولة، لكن على شكل عام أن انتخابات جرت في جو ديمقراطي وعرس ديمقراطي وأخطاء تنظيمية أمن واستقرار في البلد، والحمد لله الناس كاملة كلها مشاركة وشاركوا، هذا الشيء الذي يفرح يفرح أي وطني موريتاني أن شو جميع موريتاني يشاركوا في هذه المسألة. محمد الأمين والذبية، ولكانت هذه الانتخابات تعاب عليها نزاهتها لما جاء حزب تواصل في المرتبة الثانية، وذكر دائما وفق النتائج الجزئية الأولية لهذه الانتخابات، خاصة أن عملية فرز الأصوات ما زالت متواصلة. ردك عليه وتعليقك أيضا على هذه النتائج المرتبة الأولى، حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، حزب تواصل في المرتبة حزب الذي ترأسه رئيس النهم مكناس في هذه المرحلة. تفضل سيد محمد الأمين والبيع. نعم شكرا. أعتقد أن الأخ جعفر كما لو كان يمن على الموريتانيين بوصول حزب تواصل أو بوصول قوى المعارضة إلى مرتبة ما في هذه الانتخابات، وهذا لا يحسب إطلاقا لا لحزبه ولا لسلطته، هذا من تجاوب الشعب الموريتاني، وهو قال إن الشعب الموريتاني أصبح واعيا وكان واعيا ولكن ظلت دائما تصادر إرادته، وهذا ما يجري الآن بالتحديد القيام به للأسف داخل المكاتب وسط الضبابية وفي غياب ممثلي الأحزاب وممثلي اللوائح. بالتالي حزب التواصل وأحزاب المعارضة الأخرى التي شاركت وأصرت على المشاركة في الانتخابات رغم وعيها بكل هذه وتحفظها على كل الشروط التي لم تكن مواتية، هي لأنها تعول بالدرجة الأولى على تجاوبها الشعب
هذا الشعب الذي يعاني والذي يعاني منذ 10 سنين من وطأة هذا النظام ومن فساده ومن نهبه لخيرات البلد ومن تهميشه للمواطنين. وبالتالي عبر كلام من خلال ما حصل عليه تواصل ومن خلال ما قد تحصل عليه. أستاذ محمد لمين، أستاذ محمد لمين، دعنا نكون واقعيين، دعنا نكون واقعيين، وعبر خصوصا دعنا نكون واقعيين بأهمية الرهان الذي نحن نتوجه إليه، الذي هو 2019 والرئاسيات وتحضير هذه الرئاسيات للمرة الأولى في ظل رئيس دولة منتهية ولايته، ولم يكن من المفروض أن يكون هو رأس الحرب في حملة لصالح الحزب الحاكم ويختار ممثليه وهو رئيس الجمهورية يستعد للرحيل، يستعد للرحيل شعب موريتانيا مل هذا النظام وممارساته ويريد التغيير تطلع إليه. وهنيئا بالتواصل ولأي حزب معارض. سيد ولدبية أشكرك، تختم لو سمحت سيد جعفر محمود بهذه التلميح لهذه المأمورية أو العهدة الجديدة أو الولاية الجديدة لرئيسنا، ورغم نفيه إلا أنها ما زالت في الأذهان وهي اختبار لما سيأتي في الانتخابات الرئاسية. باختصار شديد، فخامة الرئيس محمد العبد العزيز أنجز في موريتانيا كثير من الإنجازات وعمل كثير من الأمور، وأهم شيء نقول لك الاستقرار والأمن بشهادة الجميع وضحط للإرهاب ومكافحة الإرهاب وكذلك التنمية وكثير من الأمور والنجاح الدبلوماسي، انتصار الدبلوماسي، قمة عربية، قمة إفريقية وموريتانيا، هذا نوع من الإنجازات وذا العرس الديمقراطي حاليا الذي يحسب له أنه لم تتدخل الإدارة يضع له قدما في الانتخابات الرئاسية. نحن نطالب فخامة الرئيس، نحن كموريتاني نطالب على استمرار هذا النهج واستمرار هذا الحكم واستمرار هذا النوع من الإنجازات والبقاء في السلطة، لأن بقى يا أخي يا أخي هذا ما تقصده، ما نقصده هو مواصلة هذه الإنجازات. نحن نطالب على المواصلة، والرئيس فخامة الرئيس قالها مرارا بأن هذا العرس الديمقراطي الذي يحسب نحن يحسب للشعب الموريتاني كله وعلى الشعب الموريتاني الوطني منهم أن يلتفوا حاليا حول هذا النظام وحول هذه قراءة المشهد السياسي في موريتانيا في الانتخابات للدزيم تور على الدورة الثانية، أن يصوتوا للأغلبية الحاكمة لقراءة، سنعود لقراءة نتائج هذه الانتخابات الموريتانية متى صدرت هذه النتائج الرسمية والنهائية لهذه الانتخابات حتى نحلل المشهد السياسي إن كانت فيه تغييرات في موريتانيا، ونطلع على كل التحفظات إن كانت ثمة تحفظات عبر الأقمار الصناعية. من وكشوطة السيد محمد الأمين ولدبية، شكرا جزيلا لك، القيادي في المنتدى الوطني الديمقراطية والوحدة، المعارضة على تلبية دعوتنا هذا المساء، وشكرا جزيلا لك في الاستوديو دكتور جعفر محمود رئيس حزب الأمل للبناء والتنمية حزب الوليد في موريتانيا. شكرا جزيلا لكما، كنتما معنا في فقرة وجها لوجه.